من 2014 بعد دخول داعش للعراق في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بعد دخول داعش وأسواق النخاسة وبيع النساء والأطفال، فكان موضوع مؤلم بالنسبة لنا، يعني خلانا نغير اتجاه شغلنا في هذا المجال. بهذا المجال الحمد لله والشكر يعني حققنا نجاحات كبيرة، وصراحة كان يعني الجائزة لها فد واقع جيد على نفوسنا، لأن كانت معاناة، لأن احنا عملنا بدون دعم. ماذا تفعلون بالتحديد لمحاربة التجارة بالبشر؟ احنا عملنا بعدة اتجاهات. اول اتجاه كان اجرينا ندوات حوارية ناقشنا بيها موضوع الاتجار، تعريف ضحية الاتجار، كذلك ناقشنا ملفات العمالة الوافدة، لأن أكثر الاتجار بالبشر يعني في العراق يعني نسبة كبيرة منه هو بيع، يعني شو نقول، التجارة السرية بالعمالة الوافدة، لأن العمالة الوافدة تدخل للعراق مرات ما إلها غطاء قانوني، فيبدون المتاجرين في بيع العمال، فهذا الموضوع يعني شكل لنا فد مشكلة، لأن كان هواية سفارات تتصل تسأل عن عمالها في العراق، فحققنا نجاح أن وجدنا هؤلاء العمال بعد أن تقطعت بهم السبل. ولديك منظمة يعني معنية بها؟ هي منظمة مصير مكافحة الاتجار بالبشر، وهي أول منظمة عراقية اختصاصها الدقيق هو التجار، مكافحة الاتجار بالبشر. وكيف تشعرين اليوم أن العراق وأنت تحديدا يعني حصلت على هذه الجائزة من بين 8 جوائز حصل عليها العديد من دول العالم؟ نعم، إحنا لما قالوا أنه أنتم فزتوا من 188 دولة، يعني كان والله فرحة كبيرة جدا، يعني حسينا أنه جهودنا إحنا هذا عملنا يعني الطبيعي، فحسينا لا، أكو من يقيم هذا العمل ويعتبره عمل شلون نقول عالمي، فكان فرحة كبيرة يعني. وماذا ستفعلين بعد هذه الجائزة وبعد هذه التسمية؟ نعم، راح طبعا أكيد يعني راح نكثف جهودنا، لأن إحنا ننوي أنه نعمل مؤتمرات على المستوى الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتعريف المجتمع، مجتمعنا بهذه الجريمة اللي أحيانا تكون مخفية وأحيانا ما معروفة بالنسبة للمجتمع، يعني المجتمع عنده جهل بهذا الموضوع، يعني موضوع الاتجار بالبشر مثلا المواطن العادي يتخيل بيع الأعضاء، أنتم تشتغلون يعني مكافحة بيع الأعضاء البشرية، فنقول لا، أكو أشكال أخرى من الاتجار بالبشر بس هي ما معروفة، وأكو ممارسات الناس تمارسها هي تقع تحت طائلة القانون بس هم يعتبروها عمل يعني مو عمل غير قانوني، فهذا المفروض يعني نضع. هل لديك أي دعوة للحكومة العراقية أو للشعب العراقي فيما يتعلق بمكافحة الاتجار؟ أكيد طبعا، إحنا كمنظمات غير حكومية مع الجهات الحكومية مع الشعب، يعني الرأي العام العالمي والمجتمع، عفوا الوطني والمجتمع، لازم نكثف جهودنا، لأن عمل لازم يكون جماعي، لأن هي جريمة عابرة الحدود، جريمة الاتجار بالبشر، وأحيانا تأخذ عدة أشكال، وأحيانا أن المتاجرين نفسهم عندهم طرق مستحدثة لإغراء الضحايا وإيقاعهم في شباك التجار بالبشر، فهذا العمل لازم يكون عمل فريق واحد من كل الجهات الحكومية وغيرها. شكرا جزيلا لك.